في أوروبا الشرقية وتحديدا أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مكانتها والمحافظة على دورها القيادي من خلال تبني استراتيجية جديدة تضمن وصول الامتدادات العسكرية لكييف بعد المساعدات الاقتصادية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها. الولايات المتحدة الأمريكية تصرف 135 مليون دولار يوميا كمساعدات عسكرية للجيش الأوكراني. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن هذا الدعم الأمريكي لم يسبق مقارنته بالدعم الذي تم توفيره في أفغانستان في ذروة المشاركة العسكرية الأمريكية هناك طيلة 20 سنة الماضية، حيث كشفت دراسة أعدها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بالولايات المتحدة أن حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في أفغانستان تجاوز 2 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عام 2001 و 2022. خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2012 توسع فيها الوجود العسكري الأمريكي، ارتفعت كلفة الحرب لنحو 100 مليار دولار سنويا وفقا لأرقام الحكومة الأمريكية. بالعودة إلى المقال الذي نشرته وول ستريت جورنال الأمريكية، فلقد كشفت أن الأموال الأمريكية التي صرفت منذ بداية العمليات العسكرية الروسية تضمنت أيضا حزمة مبالغ صغيرة نسبيا للمفتشين في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإجراء أنشطة رقابية إضافية، بالإضافة لتغطية احتياجات بعض المسؤولين في الحكومة الأوكرانية من خلال توفير مبالغ مالية شهرية لهؤلاء. ولكن الأهم هو أن معظم هذه الأموال تم صرفها لتوفير أنظمة مدفعية من طراز هاوتزر M777 وصواريخ ستينجر المضاد للطائرات، إلى جانب صواريخ جافلين المضادة للدبابات ومنظومة S-300 القادرة على استهداف التهديدات الجوية.